السلام عليكم، إذا مرحبا بكم في التمرين في درس الجذور المربعة لي غاسين كاري. ريدوي لي سوم اي لي ديفيرونس سويفونت. إذا غادي نبسطو العمليات التالية: 4 جذر 5 زائد 5 جذر 5. إذا ممكن نبسط باستعمال التعميل. إذا العامل المشترك هو جذر 5، إذا كيبقى لنا 4 زائد 5 جذر 5، إذا 9 جذر 5. أو اللي يمكن لي مباشرة 4 زائد 5 هي 9، إذا 9 جذر 5. إذا للتوضيح فحنا كنمشيو كنديرو التعميل. 7 جذر 3 ناقص 8 جذر 3، إذا عندنا جذر 3 كعامل مشترك، إذا 7 ناقص في الحد الثاني 8 جذر 3، إذا 8 ناقص 7 هي ناقص 1 جذر 3، أي ناقص جذر 3. ناقص جذر 2 زائد 6 جذر 2، إذا ناقص جذر 2 يعني ناقص 1 جذر 2. إذا التعميل ناقص 1 زائد 6 جذر 2، إذا ناقص 1 زائد 6 هي 5 جذر 2. إذا كذلك عندنا جذر 7 كعامل مشترك، إذا غيبقى لنا في الحد الأول 3 زائد الحد الثاني 5 وفي الحد الثالث ناقص 4 جذر العدد 7. إذا 3 زائد 5 8، 8 ناقص 4 4 جذر 7. إذا العملية الموالية عندنا عامل مشترك هو العدد جذر 6، إذا 4 ناقص 3 زائد، إذا هنا عندنا 1 جذر 6، 1 عدد يمكن نكتبوهاش، إذا 1، إذا 4 ناقص 3 1 زائد 1 2 جذر العدد 6. العملية الموالية إذا لاحظوا عندنا جذر 2 ولكن هنا كاين جذر 8، إذا هنا غنضطروا نبسطوا جذر 8. كنعرفوا بشكل عام جذر أ في بي هي جذر أ مضروبة في جذر بي مع أو بي أعداد مشابهة. إذا جذر 8 هي 4 في 2 5 جذر 2، إذا جذر 4 مضروبة في جذر 2 زائد 5 جذر 2، إذا جذر 4 كتساوي لنا 2، إذا 2 جذر 2 زائد 5 جذر 2، إذا 2 جذر 2 زائد 5 جذر 2 هي 2 زائد 5 7، إذا 7 جذر العدد 2. كذلك هنا خصني نبسط جذر 18 وجذر 50، إذا 18 راه هي 9 في 2 و 50 هي 25، كذلك في 2، إذا جذر 9 في جذر 2 ناقص، وهذه غتولي جذر 25 مضروبة في جذر 2، إذا جذر 9 هي 3 جذر 2 و 25 جذر 25 هي 5 جذر 2، إذا 3 ناقص 5 هي ناقص 2 جذر 2. أولا يمكن لي ندير التعميل ونحسبها. إذا عندنا العملية الموالية جذر 27، إذا هي 9 في 2 أولا 9 في 3، إذا زائد 48، 48 هي 16 مضروبة في العدد 3، إذا هذه غترجع هي جذر 9 في جذر 3، نطبقو القاعدة، زائد جذر 16
مضروبة في الجذر 3. إذا جذر 9 هي 3 زائد جذر 16 هي 4 جذر 3. إذا 3 جذر 3 زائد 4 جذر 3. إذا 3 زائد 4 7. إذا 7 جذر العدد 3. العملية الموالية عندنا جذر 45. إذا 45 هي 9 في 5. جذر 125 إذا هي 25 مضروبة في 5. إذا جذر 9 في جذر 5 ناقص جذر 25 مضروبة في جذر 5. إذا جذر 9 هي 3 جذر 5 وجذر 25 هي 5 جذر 5. إذا 3 ناقص 5 إذا 3 ناقص 5 هي ناقص 2 جذر 5. إذا آخر عملية عندنا جذر 54 زائد جذر 24. إذا جذر 54 هي 9 في 6. إذا 9 في 6 زائد جذر 24 هي 6 مضروبة في 4. إذا جذر 9 في جذر 6 زائد جذر 4 في جذر 6. إذا جذر 9 هي 3 جذر 6 وجذر 4 كتساوي لنا 2 جذر 6. إذا 3 جذر 6 زائد 2 جذر 6 كتساوي لنا 5 جذر العدد 6.